معنا مباشرة الزميل محمد الخطيب من الإسكندرية، مراسل التلفزيون المصري، لنقل الصورة حول اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية في هذه الانتخابات الحالية. محمد، بعد التحية صف لنا الأجواء وأرى في الصورة لديك العديد من المواطنين الذين أتوا للإدلاء بأصواتهم في يوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية. نعم، يعني بعد التحية بالفعل هذا المشهد يتكرر يوميا من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية. يعني كما ترين خلفي ويمكن أمامي وفي وبعض الشوارع أصلا، يعني هناك حشود كبيرة من المواطنين الذين يلتزمون ويحرصون على التواجد أمام اللجان الانتخابية قبل موعد فتح اللجان في جميع المقرات بمحافظة الإسكندرية. نتواجد معكم الآن من داخل من أمام مدرسة محمود سامي البارودي بالإسكندرية، هذا المقر الانتخابي الذي يتميز ب كثافة وقبول عدد كبير من الناخبين الذين يتوافدون على هذا المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية. يعني كما ترين خلفي الصورة، الجميع مصطف، الجميع يعني حريص الآن أنه يدخل إلى اللجنة للإدلاء بأصواته والمشاركة في العملية الانتخابية. هناك تنظيم من قبل القائمين على اللجنة، هناك طوابير مصطفى على الجانبين يمينا وشمالا لتنسيق والتنسيق لعملية دخول الناخبين إلى اللجان الانتخابية. يعني هذا المشهد في الحقيقة يتكرر أكثر من مرة على مدار اليوم. يعني في الصباح في الساعات الأولى من صباح اليوم نجد هذا الأعداد الكبيرة من الناخبين، ثم بعد منتصف الساعة الرابعة نجد هذا أيضا الإقبال، وفي نهاية اليوم نجد زحاما وقبول عدد كبير من الناخبين أيضا أمام اللجان. نسبة التفاوت ما بين الحضور هي متفاوتة بالتأكيد على مدار اليوم، ولكن الثابت لدينا وما لاحظناه من خلال ملاحظتنا من خلال الثلاثة أيام التي نتواجد فيها في محافظة الإسكندرية هو هذا المشهد الذي نراه في الساعات الأولى من صباح اليوم. يمكن محمد، ماذا عن الأعداد المتطوعين؟ لو لاحظنا سنجد أنهم معظمهم من الشباب الذين يتواجدون أمام المقر الانتخابية. يعني اليوم بالتأكيد كان هناك أعداد كبيرة قبل الساعة التاسعة، يمكن من 8 ل 8 ونص كان هناك أعداد كبيرة تتواجد أمام المقر الانتخابية للدخول للإدلاء بأصواتهم. نتحدث عن محافظة الإسكندرية وكتلة تصويتية كبيرة، نتحدث عن 4,300,000 ناخب في محافظة الإسكندرية هم من يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية، موزعين على 18 لجنة عامة و340 مركز انتخابي، ويعني ما يقرب من 530 لجنة فرعية، هذا بالإضافة طبعا إلى لجان المغتربين. لاحظنا أيضا من الصباح وتواجد كبير لتواجد الشرطي وتواجد الأمني في الشوارع طبعا لعدم حدوث تكدسات وزحام، لأن الساعات الأولى من العملية الانتخابية تكون هناك تكدس ويكون هناك زحام أمام المقر الانتخابية، وهذا ممكن يؤثر على الشارع ويكون هناك زحام، ولكن هناك تواجد كبير من إدارة المرور، رجال المرور في الشارع لمنع الزحام وتنظيم العملية الانتخابية وتنظيم الشوارع لكي يؤدي المواطنون في الإسكندرية ويدلون بأصواتهم في العملية الانتخابية بكل سهولة وأمان بدون أن يكون هناك أي شيء يعيق العملية الانتخابية. يمكن هذا هو المشهد لدينا في محافظة الإسكندرية في اللحظة التي أتحدث إليكم فيها، نتحدث في الساعة الأولى من اليوم الأول، وبالتأكيد طبعا لاحظنا وجود الخضار داخل مقرهم الانتخابية في الساعة التاسعة، وبالفعل تم فتح اللجان والعملية الانتخابية إلى الآن تسير بشكل منتظم جدا وبشكل مرتب، والجميع ملتزم بقواعد العملية الانتخابية ولا توجد أي خروقات. يمكن على مدار اليومين الماضيين لاحظنا التزام كبير من جانب الحضور ومن جانب القضاء ومن جانب الجميع القائمين على العملية الانتخابية، الجميع ملتزم بالقواعد ولا توجد هناك أي خروقات أو أي تجاوزات تذكر. نعم. إلى اللحظة التي أتحدث إليكم فيها إلى الآن. نشير أيضا أن هناك كان وفد كبير من ائتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات تحدثنا معه. شكرا جزيلا الزميل محمد الخطيب، كنت معنا مباشرة من الإسكندرية.